اي نظام بعمله محتاج ان انا اعمل تقارير عن مثلا فواتير، تعاقدات، حجوزات. يعني مثلا لو مثلا محل بيبيع منتجات يبقى عايز اعمل فواتير مثلا بيطبعها عشان يديها للعملاء. لو عايز اعمل مثلا تعاقد على حاجة معينة او بيع حاجة معينة بعمل لها تعاقد حجز. مثلا المريض عايز يحجز عند دكتور بيعمل حركة حجز. طب النوعية دي من التقارير بتبقى عبارة عن ماستر وديتيل. الماستر بيبقى رأس التقرير، مثلا رقم الفاتورة، اسم العميل، تاريخ الفاتورة، والتفاصيل بتاعتنا اللي هي الحاجة اللي بتتباع نفسها، الكمية بتاعتها، السعر، اسم المنتج كده. عشان أعمل تقرير زي كده تعالوا نركز كده. كل حقل من حقول التقرير دي موجودة من أنهي جدول؟ رقم الفاتورة وتاريخ الفاتورة من جدول الفواتير، اسم العميل من جدول العملاء، رقم المنتج واسم المنتج والسعر والكمية من جدول، أو السعر يعني من جدول المنتجات، الكمية من جدول تفاصيل الفاتورة. يعني عندي كده 4 جداول. ده تفاصيل الفاتورة طبعا اللي هو جدول الوسيط اللي كان ما بين الفواتير والمنتجات. يعني أنا محتاج دلوقتي أعمل استعلام من 4 جداول عشان يرد لي كل البيانات دي. طيب لو جيت على البرنامج عايز أعمل التقرير ده، كامل بروجكت، واختار اد نيو ايتم، واعمل فورمه واسميها اف ار ام، ريبورت، اوردرز. واتفقنا طبعا ان كل فورم التقارير نسميها اف ار ام ريبورت وبعدين اسم الحاجه عشان يجوا كلهم ورا بعض. اعمل اد. طبعا عندي سوشيال اكسبلورر هنا مش ظاهر، لو عايز اظهرها من قائمة فيو بختار سوليوشن اكسبلورر. ادي اهي الفورم بتاعت اف ار ام ريبورت اوردرز، وقبل كده كنا عاملين اف ار ام ريبورت كاستومر. كبرها شوية كده ودي في الاداة بتاعت كريستال ريبورت فيور، والغي الجروب بتاعتها، جروب 3 الغيها خليها نون بحيث انها تعرض التقرير بس. عايز ابدا اعمل تقرير يعرض لي الفواتير بتاعتي، بس طبعا التقرير ده عايز شويه تظبيط شويه، يعني مش هيشتغل على طول. عايز ان انا اظبط من الجدول بتاعتي دي كده، يعني عندي حاجه من جدول العملاء وحاجه من جدول الاوردر وحاجه من جدول البرودكت، يبقى انا محتاج اعمل استعلام من 4 جداول. طبعا استعلام من 4 جداول هياخد منك وقت انك تقعد تفكر فيه وكده، اكيد عندي انا حاجه احسن من كده. مبدئيا عشان احفظ الاستعلام ده في الجهاز محتاج اعمل فيو، بس قبل ما اعمل الفيو تعالوا نعمل الاستعلام بتاعنا. اجي مثلا على اي جدول منهم كده وهعمل حاجه ويزارد تبني لي استعلام، يعني بدل ما اقعد اكتب سيلكت بي جي سيلكت كذا كذا واعمل ربط بين الجدول الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وكل الجدول ببعضها، اعمل كليك يمين اد كويري واعمل اس كيو ال ستيتمنت نيكست، جمله سيلكت اول واحده كده نختارها واعمل نيكست، واعمل كويري بلدر. طبعا انا اخترت اي جدول منهم اخترت الاوردر، بس انا كده اصلا مش محتاج يعني ده لوحده، انا محتاج كل الجداول. اعمل كليك يمين اد تيبل واختار الجداول بتاعتي ده انا عايزها. انا عايز حاجه، أنا عايز اسم العميل من جدول الكاستومر، يبقى احط الكاستومر. عايز ده جدول ربط، لو جدول الوسيط اللي ما بين جدولين لازم كده ينزل عندي. جدول الاوردرز اللي هو الفواتير موجود عندي اهو، وجدول البرودكت اللي هو المنتجات انزله. مجرد ما نزلتهم هو عمل استعلام، هو بيربط بينهم وبين بعض. طب تعالوا نظبط نشوف احنا محتاجين ايه. انا كل هدفي ان انا اخد جملة سيلكت اللي تظهر هنا، يعني انا هظبط جملة سيلكت وبعد كده اخدها كوبي واقفل الصفحة دي ومش عايز منها حاجة تاني. دي ال4 جداول، كنت بربط الجداول بينها وبين بعضها من الداتا سيت في فيديو قبل كده كنت عامله. طب ابتدي احدد الحقول اللي انا عايزها. طبعا انا خدت جدول الاوردر عشان في الاوردر طبعا اشيل العلامات دي مش عايزها في حاجه، انا ابتدي اظبطها من اول وجديد. خدت انا جدول الاوردر عشان في الاوردر اي دي والديت والستيت. خدت جدول الكاستمر عشان في كاست اي دي وكاست نيم، طبعا مش محتاج بيت بيانات للعميل، يعني لما بجيب اي حاجه للعميل مش محتاج اكتر من اسمه ورقمه بس. هنا الاوردر ديتيلز ده كده لازم انزله، يعني حتى لو ما خدتش منه اي حقول لازم انزله عشان ده جدول وسيط برابط الجدول بتاع الاوردر بجدول البرودكت. يعني انا عشان اوصل من الاوردر للبرودكت لازم الجدول الوسيط اللي بينهم اوردر ديتيل، عشان دي كانت علاقه ميني تو ميني. وجدول البرودكت محتاج منه النيم والاي دي والبرايس. طيب تعالوا كده نحدد ايه الحقول اللي انا عايزها من كل جدول. جدول الاوردر محتاج منه الاوردر اي دي، اوردر ديت، والستيت.
الكاست اي دي انا محتاجه كده كده، فممكن اخده من هنا او من هنا، فباعتبار ان انا بدل هاخد جدول الكاستمر يبقى اخدها من هنا. طبعا مش فارق لو خدت من هنا او من هنا، الاتنين واحد. هاخد من الكاست اي دي والكاست نيم مثلا والفون، باعتبار مثلا ان الفاتوره دي مخصصه بالعميل ده والعميل ده رقم تليفونه كذا. طبعا دول كلهم هيبقوا في راس الفاتوره، الراس اللي هو زي كده يعني. هنا مثلا اقول رقم الفاتوره، اسم العميل، رقم العميل، تليفونه، اي حاجه عن العميل. جدول الاوردر ديتيل ممكن كنتش هاخد منه حاجه، بس انا هاخد منه الكميه، الكميه المتباعه من كل منتج. جدول المنتجات هاخد منه البرودكت نيم والاي دي والبرايس. هلاقي عندي تكون جمله استعلام، جمله استعلام هي سيلكت كذا 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 الحقول اللي انا عايزها. طبعا الجمله دي لو انا كنت هقعد اعملها بايدي بقى هتاخد مني وقت طويل، واقعد افكر انا عايز حقول ايه واعمل ايه وتاخد مني وقت طويل، فانا عملتها بالكويري بيردر عشان يطلع لي الحاجه بسهوله. طب اعلم على الجمله كده كنترول اي، كده علمت على الجمله كلها، واعمل كيبورد كوبي، كده خدت كوبي من الجمله دي. خلاص انا مش محتاج حاجه، مش محتاج حاجه من هنا. اعمل كانسل واعمل كانسل. عايز ابدا اعمل فيو، والفيو ده هو اللي استدعيه واعمل منه الشغل بتاعي. طيب ارجع تاني للداتابيز، من قائمه فيو اختار سيرفيس سيرفر اكسبلورر تيبل. احنا عملنا التيبل دي قبل كده. اجي على فيو، كليك يمين واختار اد نيو فيو، عايز ابدا اكريت فيو جديد. هيبدا يديني كود ان انا اعمل فيو، بيقول لي ايه كرييت فيو، ده اسم اليوزر ده سيبناه منه، واسم الفيو بتاعي ايه. طب انا عايز اعمل فيو بيعرض التقارير، هقول له مثلا اوردرز فيو، اسميه مثلا اوردرز فيو. از وجملة استعلام، هو مديني جملة استعلام كده بسيطة، بيقول لي حط مكانها بقى الجملة بتاعتك، امسح جملة الاستعلام القديمة بس اخلي از. طيب از، وبعدين اعمل ايه؟ انا كنت واخد اصلا الجملة التانية كوبي، اعمل لها بيست الجملة اللي احنا كنا كاتبينها واحط سيمي كولون. اهو كده الجهاز بنى لي جملة استعلام جاهزة وحفظتها في الفيو. يعني انا الفيو ده وظيفته بس ان انا اسجل جملة الفيو على الجهاز، باعتبار ان انا لما اقول له اوردر فيو يقوم عامل الاستعلام ده اللي بيطلع لي الفواتير ويطلع لي كل حاجة، استعلام مركب اللي من اربع جداول. يعني الهدف من كده ان انا ربطت الاربع جداول ببعض بالطريقة دي. طيب اعمل ابديت واختار ابديت داتابيز، افتح كده الفيو، اصبح عندي فيو اسمه اوردر فيو، هتعامل معاه زيه زي اي جدول عادي خالص. طيب انا عملت فورمه الاوردر اهي، هبتدي احط فيها اشغل جواها الاوردر فيو ده واظبطه ماستر وديتيل، اظبط فيه حاجات جروب ماستر وحاجات ديتيلز. بس قبل ما اعمل الفورمه هضيف الفيو بتاعي ده للداتا سيت. اجي كده على الداتا سيت اللي انا عاملها واسحب الفيو، وهينزل في الداتا سيت زيه زي اي جدول، معاملته زي اي جدول. ده طبعا متاخد من الجداول كلها وهتعمل تعامل معاه، تعامله اسمه جدول اسمه اوردر فيو. اعمل سيف للداتا سيت وابدا ارجع هنا، ابدا اعمل التقرير بتاعي. اعمل كرييت نيو ريستر ريبورت، عايز تسمي التقرير ايه؟ اتفقنا ان كل التقرير بتاعتنا بنسميها ريبورت وبعدين اسم التقرير، بنمشي على مبدا واحد عشان لما تيجي تدور على حاجه توصل لها على طول. ريبورت عملت الار كابيتال اوردرز واعمل اوكي، البتاع اسمه ريبورت اوردرز يوزنج ريبورت ويزارد، اقول اوكي. الداتا سيت بتاعتي اتضاف فيها هي الاوردر فيو، انا طبعا ضفته وعملت سيف، اصبح واحد من الجداول. حل مع الجدول، طبعا اهو كده متعامل معاك كانه جدول عادي خالص. نكست الحقول اللي انا عايزها في التقرير، كل الحقول طبعا انا اصلا منقي الحقول اللي انا عايزها. اعمل نكست. قال لي جروب باي، هنا بقى عندي جروب باي انا عايز اقسمهم مجموعات حسب ايه. انا عندي في ماستر وفي ديتيل. الماستر بتاعي اللي هي رقم الفاتوره، طبعا اسم العميل بيتبع الفاتوره وداخل الفاتوره بتتبع الفاتوره، فكله بيتبع الفاتوره، يبقى انا عايز اقسمهم الماستر بتاعي والجروب بتاعي حسب رقم الفاتوره. هختار اوردر اي دي كده تبقى دي الماستر بتاعي. طبعا ترتيب الفواتير اسكنج مفيش مشكله،
هنا من نفسه بيديني ان انا اقدر اعمل حلول تجميعية. هو قال لي ايه؟ قال لي كل فاتورة اجمع البرايس بتاعها، يعني مجموع المنتجات اللي فيها. ماشي كويس. هو طبعا هيدي اجمالي للفواتير بتاعتنا كلها، يعني في النهاية خالص هيدي اجمالي الفواتير كلها، والفاتورة بتدي اجمالي للمنتجات اللي فيها، وهيدي اجمالي لكمية المنتجات. يعني مثلا المنتج ده 5 وحدات، المنتج ده 10 وحدات، يبقى الاجمالي 15 وحدة. فهو اداني كل سمرايز لوحدها. يبقى انا عملت باك هنا، اخترت الجروب بتاعي الاوردر اي دي، وهنا سبتها زي ما هي، واعمل نيكست. قال لي انت عايز تعرض اول 5 سجلات او اخر 5 سجلات ولا نون؟ فانا عايز اعرض كل السجلات، يبقى اختار نون ان هي كل السجلات. هنا عايز تعمل رسم بياني، سيبنا من رسم البياني، اعمل نيكست. هنا بيقول لي فلتر، لو انت عايز تحط مثلا شروط على الاستعلام، مش عايز احط شروط، اعمل نيكست. الستاندرد او الديزاين بتاعي اعمل فينيش، مش محتاج انا اعمل ديزاين، نخليها على الديزاين الافتراضي، واحنا بنظبط في كده تظبيطات بسيطة على قد الشغل اللي احنا بنعمله. عمل لي ده التقرير، تعال بقى نركز فيه ونشوف عبارة عن ايه. عندي الريبورت هيدر والبيج هيدر، دول اللي عارفينهم قبل كده. عامل لي حاجة اسمها جروب هيدر. جروب هيدر ده اللي هو الماستر بتاعنا، اللي هو بيمثل حتة زي دي كده. بعد كده عندي ديتيلز، دي اللي هي الحاجة التفاصيل اللي هي المنتجات اللي زي كده. عندي بعد كده الجروب فوتر، دي تجميعة بسيطة، مثلا تجمع مثلا عدد المنتجات اللي في الفاتورة دي، يعني كل فاتورة يجمع المنتجات اللي فيها. وعمل بعد كده ده جروب او الفوتر، الريبورت فوتر ده اللي هو قلنا في نهاية كل صفحة من صفحات التقرير، سوري، في نهاية التقرير كله. الريبورت فوتر اللي هو نهاية التقرير كله بيجمع لي مثلا كل الفواتير بتاعتي اجماليها مبلغ كذا، يعني كل الفواتير بتاعتي جاب لي مبلغ كذا. طيب يبقى انا عندي تجميعتين، تجميع لكل فاتورة لوحدها، وفي تجميع للفواتير كلها. دي حاجات هو عملها لي من نفسه. طب تعالى بقى نظبط الشكل كده ونخليه مظبوط شوية، نكبر المناطق شوية كده. قلنا طبعا الديتيلز ده المفروض هيتعرض فيه اسم المنتج ورقم المنتج والكلام ده، لكن اي حاجة غير كده مش عايزينها. هنا جروب هيدر دي كاتب لي كلمة كده، كاتب لي ايه جروب. طبعا انا مش عايز انا الكلمة دي، جروب نيم واحد دي مش عايزينها في حاجة. عايز اعمل ايه هنا؟ قلنا اللي هو الديتيلز بتاعتنا اللي هي الحاجات دي. طيب انا عندي كاست، اول حاجة اوردر اي دي، الحاجة اللي تحتيها خط صغير دي كده، دي حاجة تتكتب زي ما هي. اما الحاجة اللي بتحتاج خط زي كده دي بتظهر تتاخد من داتا بيز. طيب انا خدت كده الاوردر اي دي اللي ما تحتاجش خط اهي، دي كده قيمه تتاخد من الداتا بيز، يعني قيمه بتتغير. باخد معاها الاوردر اي دي اللي هي تحتيها خط، اللي هي القيمه اللي تظهر زي ما هي. طبعا احنا ممكن نشيل الخط ده، ممكن نظبط كل حاجه بعد كده. طب ده كده الاوردر اي دي، اعمل نفس الكلام على الاوردر دي. هنا المفروض الهيدر، يعني هنا ما يبقاش فيه غير اللي هما الحاجات الهيدر بتاع الفاتوره، ايا يعني كان بقى الحاجات اللي انا عايزها. اخد مثلا الاوردر اي دي، اخد مثلا الاوردر ديت. طبعا اظبط المنظر عشان تطلع كده الفواتير بشكل منسق. الاول اظبط الحقول، وبعد كده ابتدي اظبط بقى الحاجات اللي فيها. عندي الاوردر ستيت، باخد انا من فوق واحده. طبعا هو بيتهيألي بيحطها لي في اي مكان، او بيحطها لي يعني لفوق كده، اللي بيعملهم كلهم كانهم ديتيلز واحده، انا عايز اخليهم ماستر ديتيل. باخد الاوردر ستيت، يبقى انا كده باخد كل حاجه فيها خط بحطها هنا، وقدامها الحاجة اللي هتتدخل من الداتا بيز. لما اجي اعمل رن طبعا هيقوم عارض لي الكلمة دي زي ما هي، اما دي هياخدها من الداتا بيز. طيب عايز بقى اسم العميل، طبعا حبيت انسقها كده ان هنا مثلا الحاجات دي هنا وهنا، اسم العميل اخده من فوق، يعني باخد الحاجة من فوق كده كاستمر اي دي، وقدامها كاستمر اي دي. كاستمر نيم اخده من فوق، يعني باخد اللي فوق الاول بعد كده اللي تحت، اخده من فوق كده، باخد معايا الكاستمر نيم اللي تحت. الفون، فون تليفون العميل، باخد معايا الفون من هنا. طبعا اي بيانات عايز اضيفها بقى عن العميل، يعني انا اعتمدت ان انا العميل هاخد بس الحاجات دي. طب نيجي بقى للكمية، الكمية دي خاصة بكل منتج. طب تعالوا نرتب بقى الحاجات التانية دي كده، ده الديتيل بتاعنا. ممكن اكبر الفونت بتاعه شوية كده، مثلا 20. طبعا ظهر خط كبير دخل في بعضه، بنوسعه ونظبطه ونخليه ان هو يبقى كل حاجة في مكانها العادي.
كده كبرت حجمهم كلهم. ممكن اغير مثلا اللون، يعني الحاجات الاساسية دي اخليها مثلا بلون، والبيانات نفسها اللي داخلة بلون، خلي مثلا الحاجات دي كده باحمر. طبعا لازم اعمل واحدة واحدة كده. عملت حاجة الماستر بالكامل، ابدأ اعمل في الديتيلز. بس حتة كده، طب الديتيلز انا عايز هنا يعني في بداية الحاجة هقول لي مثلا رقم المنتج والاسم السعر والكمية، تحتها اسامي المنتجات نفسها. طيب حاجة برضك في الهيدر بتاعنا هحط اسامي الحاجات، يعني انا عندي برضك كل حاجة منها نسختين، نسخة فيها خط ونسخة مفيهاش خط. فيها خط دي اللي هي الحاجة اللي بتظهر زي ما هي. طبعا الخط ده ممكن ابقى اشيله بعد كده، بس ما اجي اظبط بقى. دي كمية، طبعا مش عايز الكمية اول حاجة، انا عايز اول حاجة رقم المنتج واسمه، يا برودكت اي دي، بعدين برودكت نيم، وبعدين البرايس بتاعه، وبعدين الكمية بتاعته اللي في الفاتورة. اظبطهم كده في الهيدر، وبعدين اظبطهم تحت. اكبر الفونت بتاعهم مثلا، خليه مثلا 14، واغير الشكل بتاعه كده. ممكن اعملهم مثلا بلون ازرق او بلون تاني، او ممكن اعمل كل حاجه باسود، يعني مش فارقه النقط دي. عايز اخليه مثلا سنتر في المكان بتاعه على عليهم كلهم، انقلهم خليهم بولد، حط كل حاجه تحتيها الحاجه بتاعتها. أرقام المنتجات عايز أكبرها برضك وأظبطها عشان تطلع بحجم يعني كويس. كبرتها بس مكبرتهاش قوي زي التانية. ده الـ ID، ده الـ Name، ده الـ كمية، وده الـ Price. ده تعرض التقارير. طبعا لو سبت المسافه واسعه كده هتعرض لي المسافه بين كل منتج والتانيه كبيره قوي. ده انا مش عايز كده، انا عايز ابتدي اظبطها في صوره جدول. اعمل انسرت، اعمل لاين، واعمل خط كده. مجرد ما عملت خط كده هيبقى كل منتج والتاني بينهم من بعد خط. عايز اعمل صفوف بالطول، ممكن اعمل كده خطوط صغيره بين كل واحد والتاني. مش عايز اعمل، مش مشكله، يعني خليها كده. كده بقت اصبحت على قد المنتج وبس. دول اللي عايز اغير لونهم، ممكن اغير يعني اللون بتاعهم. دي المنظر بروبرتيز فونت، اخليها لون ازرق مثلا، خلي الاي دي هو اللي اتغير. عايز اشيل الخط ده مثلا، احنا شيلنا الخط ده مش حلو. اشيل الاندرلاين بتاعهم، طيب عندي تحت هنا يبقى ده كده الديتيلز اللي هي هيعرض اللي فيها حاجة اللي زي كده، أسامي المنتجات اللي هنا. ده بقى الجروب باي أو اللي هي تجميعة الحاجات. هنا مديني جروب نيم ايه، دي بنشيلها زي اللي شلتها بردك من فوق. هنا إجمالي سعر الفاتورة، الفاتورة يعني سعرها كام. طبعا كل منتج بيبقى ليه سعر، فإجمالي بقى السعر بتاعها وإجمالي الكمية. ممكن اخليهم بحجم خط كبير وفونت والحاجات دي، يعني اظبط شوية. طبعا انت بتظبط الفاتورة حسب ما انت عايز، يعني حسب دماغك انت في المشروع بتاعك كده. انا بعمل شكل عادي، شكل تقليدي، مش بعمل فيه افكار غريبة. ده كده الاجمالي. طبعا ده الحاجه بتاعت الريبورت فوتر اللي هو اجمالي التقرير كله، اللي هو اجمالي الفواتير بتاعتنا كلها، الكميه بتاعتها كلها والاسعار بتاعتها كلها. خلي مثلا تعرض كده، دي تتحط في اخر صفحه في التقرير. ممكن احط قدامها نص كده اقول له توتال برايس وتوتال كميه، كل الكميات اللي اتصرفت عندي من كل المنتجات. انسيرت تكست، واقول له مثلا توتال
بحسب اعتبار ان هي ملخص للتقرير. بعد كده الاجمالي بتاعنا من المنتجات واجمالي السعر التوتال النهائي لكل حاجة. طبعا البيش فوتر اللي هي نهاية كل صفحة فيها رقم الصفحة، هو مديني رقم صفحة كده من عنده، نكبره ونظبطه ونخليه كده. طبعا وفي التاريخ فوق، تاريخ الفاتورة نكبره. احنا برضك عملنا نفس التظبيطات اللي عملناها في الفاتورة التانية. الريبورت هيدر ده اللي هو عنوان التقرير نكبره شوية عشان نحط فيه شعار الشركة. كده أصبح تقرير الفواتير جاهز، حط له الصورة، كليك يمين انسيرت بكتشر، واختار الشعار بتاع شركة سامسونج، انسيرت بكتشر، نوقف الهيدر. بيعلم معايا الصورة اهي، ادوس كده هتلاقي كبيرة، انا عايز اصغرها. اقول مثلا زي انفويس ده تقرير فواتير. طبعا تقرير الفواتير ده يعني ما يخلاش منه اي مشروع، لان اي نظام لازم يبقى فيه فواتير. كليك يمين انسيرت تكست اوبجكت، اقول انفويس او اقول اوردرز، اوردرز وخليها فونت كبير باعتبار انها كلمة صغيرة، فخليها فونت كبير واكبرها كده. تقرير فواتير اعمل كده. كده اصبحت كل حاجة تمام. طيب ناقصني بقى ان انا اعمل الكود بتاع التقرير عشان يعرض بياناته. كبر بس الفونت بتاع دي عشان يبقى مفيش حاجة احنا ناسيينها. رقم الصفحة مش كبير اوي كده، يعني ممكن كده باعتبار ان كل صفحة يديك رقم التقرير بتاع رقم الصفحة بتاعتها ايه. هعمل سيف. عايز بعد كده ابدا اخلي الداتا تتعرض جوه التقرير، لان انا طبعا لو عملت التقرير على شكله كده هيعرض كل حاجه، بس هيعرض الداتا بتاعتي فاضيه، مش هيعرض بيانات جوه كل حاجه مكانها هيخليه فاضي. طيب ارجع للتقرير بتاعي اللي هي الريبورت ديزاين، واعمل دبل كليك واكتب الكود اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده. واسع الشاشه شويه عشان تبقى الدنيا باينه. ده الكود، اعمل كوبي واظبطه على التقرير بتاعي. اول حاجه اسم الداتا سيت، انا الداتا سيت بتاعتي اللي اسمها داتا سيت 1. طبعا بكتب له داتا سيت 1 تيبل ادابتر، كلمه واحده بدون اي مسافات وبدون اي حاجه، يعني داتا سيت 1. طبعا كنت بسميها تيست دي عشان بعمل حاجه كده واعدل فيها. داتا سيت 1 شيل الخط الاحمر اهو، اعمل داتا سيت 1 واعملها هي الناحيه الثانيه بيساوي نيو داتا سيت 1 تيبل ادابتر. طيب هنا اسم الجدول، الجدول بتاعي اسمه اوردر فيو، اكتبه كده زي ما هو عشان ما غلطش في الحروف. اوردر فيو تيبل ادابتر نفس الشكل كده، اوردر فيو ده اسم الجدول، باقي كلمه تيبل ادابتر زي ما هي بدون مسافات بدون اي حاجه. اعمل لها كوبي واعمل لها بيست هنا كده عشان تبقى الكلمتين زي بعض. طيب الداتا سيت بتاعتي ماشي. بعد كده بيعمل جيت داتا. هنا كريستال ريبورت بتاعي اسمه ريبورت اوردرز، اقول ريبورت اوردرز، ريبورت اوردرز بيساوي نيو ريبورت اوردرز كده تمام. اعمل سيف. كده اعمل رن. بس قبل اعمل رن طبعا اظبط الزرار ده، لما ادوس عليه يفتح لي التقرير. اجي دبل كليك على الزرار اقول له عايز اعرف فورمه اوردر، اقول له كده اف ار ام ريبورت اوردر، اسميها مثلا او اسميها اي حاجه، بيساوي نيو اف ار ام اوردر. طبعا اعمل لها شو او دوت شو، افتح قوس واقفله واعمل سيمي كولون، اعمل رن، اعمل سيف الاول واعمل رن وتعال نشوف نتيجة الشغل ده. دخل يوزر نيم باسورد
ريبورت اوردر ريبورت. عرض عندي تقرير عن الفواتير اوردرز، قال لي رقم الفاتورة ايه والتاريخ بتاعها والاستيل بتاعها دان ورقم العميل واسم العميل ورقم التليفون. طبعا كنت مدخل اي حاجة. طبعا كل فاتورة ليها التفاصيل بتاعتها، تفاصيل المنتجات مثلا فيها دي. طبعا شركة سامسونج الموبايلات بتبيع سامسونج S8 A4 المنتجات بتاعتي. والبرايس طبعا البرايس عندي شبيك لانه عايز يتظبط، هنظبط دلوقتي. والكمية دي المفروض 3 قطع، فانا عايز اخلي التلاتة دي ما تظهرش كده، عايز اخلي التلاتة دي تظهر العدد الصحيح من دون الفاصلة دي. طيب هرجع للتقرير اظبط الحاجات دي وبعد كده نعرضه بقى بشكله النهائي. هرجع كده البرنامج، اعمل ستوب وادخل على الريبورت بتاعي اللي هو الريبورت اوردر، وضع الديزاين بتاعه. طيب ده حق للبرايس، عايز اعمل كليك يمين فورمات اوبجكت، وعندي تنسيقات البرايس. يعني قال لي مثلا ده كده عدد صحيح بس، طبعا ده مثال عليه، قال لي ده عدد صحيح بس ويقبل سالب. ده مثلا عدد صحيح بس بعد كل 3 ارقام يديني فاصلة. يعني الرقم مثلا 100,000 يديني مثلا فاصلة بعد كل 3 ارقام. طب انا مش عايز كده، انا عايز مثلا دي ان هو مثلا يديني رقمين كسر وبعدين نقطة وبعدين اي عدد من الارقام بدون فصلات، وطبعا يقبل سالب. واقول له اوكي، يبقى انا كده ظبطت السعر بتاع المنتج. الكمية عايز عدد صحيح، اعمل كده كليك يمين فورمات اوبجكت. طبعا انا بعدل على الحقل اللي هو اللي بيظهر في اللي بيتاخد من قاعدة البيانات اللي هو موجود في الديتيلز. اعمل كليك يمين فورمات اوبجكت واخليه عدد صحيح اهو نجيبه بدون اي كسور خالص ويقبل السالب مفيش مشكلة. طيب السعر بتاع التوتال برايس، يعني مثلا انا كل موبايل كان ليه سعر، اجمالي السعر اعمل كليك يمين فورمات. ممكن اخلي السعر مثلا يطلع بدون الكسور، ممكن اخليه بكسور مفيش مشكلة، مثلا اخليه بدون كسور عشان ميبقاش المنظر كده في كتابة كتير. يعني حتى لو يعني اصلا لو مفيش كسور بيديني كسر زيرو، انا مش عايز بقى يديني كسر زيرو، انا عايز يديني العدد الصحيح وخلاص. طبعا التنسيقات دي حسب ما انت عايز. الكمية طبعا الكمية عدد صحيح، فورمات اوبجكت واختار عدد صحيحة طبعا كده. بيج نمبر توتال ماشي حاجات، يعني احنا قلنا الفكرة وبعد كده بنظبطها بقى زي ما احنا عايزين. نعمل رن، ادخل باليوزر الباسورد 123 واعمل انتر. ادخل تاني على التقرير، نعمل تكبير ماشي كده الشكل تمام. قال لي الفاتورة رقم 1 تاريخها كذا الحالة بتاعتها كذا العميل فلان ورقم تليفونه كذا، وفيها منتجات الموبايل اللي نوعه كذا مثلا سعره 12,000 واشترى منه 3 وحدات، واشترى من الموبايل اللي نوعه كذا لسعره 10,000 3 وحدات، يبقى اجمالي السعر عمل 12 زائد 10 عمل 22,000، واجمالي عدد الوحدات 3 و3 6. فاتورة تانية طبعا احنا عندنا المفروض كذا فاتورة، عمل فاتورة تانية دي العميل احمد، عميل احمد برضو بس اشترى منتجات تانية. طبعا دي كان حسب البيانات اللي انا مدخلها، يعني انا كنت مدخل اصلا بيانات ان عندي مثلا فاتورة تانية بياناتها كذا، يبتدي بقى ان هو يعرض البيانات اللي انا مدخلها دي. عمل صفحة تانية طبعا تقريبا من كذا صفحة، دي فاتورة رقم 3 العميل محمد اشترى 4 وحدات من الموبايل اللي نوعه كذا، او يديني اجمالي سعر الفاتورة واجمالي عدد الوحدات. التوتال بتاعنا طبعا عدد السعر كله بتاع الفواتير كلها 44,000 وعدد الوحدات 12، طبعا دي 12 صحيح. طبعا احنا كنا ممكن نخلي الاصفار دي تتشال باعتبار ان ده عدد الوحدات، يعني هنا 4 و3 وكده، ففي الاخر الاجمالي بتاعهم 12. طبعا الفواتير دي تعتبر من اهم التقارير عندنا. وبكده يبقى خلصنا اهم حتة في المشروع.